مسجد سويقة علون. بالقرب من باب الخليل يقع هذا المسجد على مقربة من مساحة عمر بن الخطاب في الدرج الذي يبدأ بما يسمى سوق البازار أو شارع البازار، وجزء منه أو الجزء الأعلى الغربي من هذا السوق هو ما يسمى سويقة علون، نسبة إلى العائلة التي كانت تمتلك جزء كبير من المكان كأوقاف ذرية لعائلتها منذ الفترة الأيوبية والمملوكية في المكان. مسجد سويقة علون هو من المساجد المتواضعة جدا في المدينة، يتكون أولا من مدخل مدرج تؤدي إلى ساحة صغيرة، ثم مدخل المسجد الذي يتكون من أربع عقود مقنطرة متواصلة مع بعضها البعض ومتشابكة مع بعضها البعض، تقام على أربع زوايا أو أربع أركان تشكل في نهايتها الجنوبية عقد نصف برميلي يحتوي بداخله على المحراب العثماني. ينسب هذا المسجد إلى الفترة العثمانية أو منتصف الفترة العثمانية، ولكن أصابه الإهمال كما أصاب بعض المساجد وبعض الأماكن غير المعمرة في الفترة العثمانية. عام 1945 دعت لجنة الأوقاف الإسلامية إلى إعادة ترميمه وتعميره، وأطلقت عليه اسم مسجد حمزة بن عبد المطلب، ثم عاد الاسم عام 1968 عاد اسم مسجد سويقة علون ليشتهر به المسجد ويعود من جديد إلى اسمه الأصلي. هذا المسجد مساحته صغيرة جدا متواضعة، حتى محرابه محراب متواضع، أضيف إليه في الفترة الحديثة محراب خشبي ذو نمط يسمى نمط الأرابيسك أو نمط الحفر في الخشب، بالإضافة إلى اكتشاف صهريج يقع أسفل هذا المكان استغل ليملأ بالماء ويتحول إلى ميضأة. عمليا ليس لهذا المسجد مئذنة، كونه مسجدا متواضعا محليا يخدم فقط الجزء المحلي من سكان شارع سويقة علون، وهو الجزء المتواصل مع شارع البازار الذي يؤدي إلى السوق الثلاثي وأيضا إلى باب السلسلة أو طريق باب السلسلة التي تؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك.